كل حاجة في حياتنا بيفصل بينها خيط من حرير، خيط ناعم في ملمسه بيذبح في قوته. الخيط ده بيكون شعرة بسيطة بين الطيبة والسذاجة، الثقة بالنفس والغرور، الصراحة والوقاحة. فمش من الأدب مثلا إنك تجرح مشاعر الناس وتقول أنا صريح، أو تقول إن الصراحة ما تزعلش. صدقني الصراحة الزيادة مع عدم شعور بإحساس اللي قدامك ما بتبقاش صراحة، بتبقى وقاحة أو أباحة. وإذا جملت زيادة عن اللزوم في حوارك أو في تصرفاتك هتكون منافق. لكن مع الأسف كام شخص صريح ما فهمتوش العقول، وكام شخص منافق قدر يكسب قلوب. المهم الصراحة والكرم والمعاملة الحلوة واللسان المعسول إذا ما كانش فيهم اعتدال وتوازن فأنت اللي هتخسر كتير. وآخر كلامي ما تبالغش في المجاملة، هتقع في بير النفاق، وما تبالغش في الصراحة فهتقع في وحل الوقاحة.